السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مجددا في قناة خديجة. أولا وقبل كل شيء أبارك لجميع العرب والأمة الإسلامية بالعيد المولد النبوي، عيدكم مبارك سعيد، يدخل علينا وعليكم بالصحة جيدة والرزق والهناء إن شاء الله. إذا ندوزو الحلقة ديالتنا اليوم، وهي عبارة على حلوى ديال الكوك أي الجوز الهندي. المقادير تنحتاجو هنايا عندنا 250 غرام ديال الكوك اللي طحنتو كما تلاحظوا. إلا كان عندك سيدتي الكوك غليظ طحنيه باش يكون عندك هكايا رقيق كما تلاحظ. كذلك حاجتنا بكأس شاي أي كأس العنبة ديال الدقيق فرز، كأس ديال العنبة ديال الزيت نباتية، كأس ديال الشاي ديال السنيدة حبيبات. هنايا إلا كان عندك سيدتي السنيدة غليظة حاولي طحنيها باش تكون عندنا سنيدة رقيقة كومسا ما نتعذبوش في العجينة متاعنا. وحاجتنا كذلك بملعقة كبيرة ديال المربى، واي سيدة دير سوا ديري العسل سوا ديري المربى، انا هنايا درت المربى ديال المشمش. هنا ولا بد قبصة الملح، قليل من الملح. هنا حاجتنا جوج بيضات كاملين، ملعقة كبيرة ديال الزبدة على درجة المطبخ، وهنايا عندي ساشي ديال لوفيغ ديال الخمارة شيميك، وهنايا سكر فانيي، ولكن ندير انايا غنص نص. السيدة الا درت كيلو ديال الا درت 500 عفوا درت 500 ديال الغرام ديال الكوك يمكن لها دير بكية بكية. الان انا درنا هنايا 250، خصنا نديرو نص خمارة نص ديال فاني. اذا ندوزو للطريقة ان شاء الله. اولا وقبل كل شيء ناخذ البيض نتاعنا تنهرسوه، انا هذه طريقتي دائما باش نبدا انايا الكاطو نتاعي. تنضيف لي السنيده، السيده يمكن لها تخدم بيديها او الفوي، انا تنفضل نخدم بيديا هكذا. تنبقاو نخدمو السنيده مع البيض حتى يذوب لينا شيئا ما السكر الخشن. نضيفو قبصه الملح، من بعد الزبده نتاعنا، نحطو هكذا على هذه العملية حتى يذوب لينا شيئا ما الزبدة باش تبان لينا. ويا البنات تبعوا الطريقة والمقادير وان شاء الله تكون النتيجة جيدة 100%. من بعد كنضيفو الزيت، ملعقة الكونفيتور تاعنا، نضيفو
دقيق من بعد كنضيفو النكهة الفاني النص اي هنا تقريبا النص تقريبا 3.5 غرام هنا عندي 7.5 حتى 4 هنا تقريبا 7 غرام ديال الخمارة في الاخير تبقاو نضيفو الكوك نتاعنا حتى تجمع لينا العجينه احنا يا البنات كما تشوفوا هاني جمعتها نصيحه واحده لليوم كما وريتكم في الحلقه الماضيه على المشتريات ديالي من لوكلير البيض اللي خديت كان كبير تنصحكم في هذه ديروا في هذا الكاطو هذا ديروا جوج بيضات الا كانوا كبار الا كانوا كاس ديال الدقيق اذا في هذا المقادير اللي عطيتكم في البيض كبير ديروا جوج كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق اذا ندوزوا الطريقه كيفاش نكورو اذا العجينه ما هي خفيفه ما هي قاصحه وما تندلكوهاش تنجمعوها غا هكا وتنديروهم دليك ما تدلكوهاش اذا تنشدوها هكا بالاصبع تاعنا هكايا وتنحاولوا نديروا حبات يكونوا متساويين كندير هكايا الحبة تاعنا هكا نحاولو نديروهم متساويين باش يجينا الشكل زوين ما يجيناش كبير وصغير هذه تتوقع ديال البيض الا كان البيض كبير وصغير تيكون فرق كبير تيدير لينا في الخليط نتاعنا تجي زوينه ومعلكه هكايا وهن نبقى على هذه العمليه هكذا وندخلها الفرن الان سيدتي حنا ندور الفرن تاعنا ان شاء الله تقريبا 15 حتى 15 دقيقه هكاك ان شاء الله ونشوفوا الطبق نتاعنا النهائي القطن تاعنا ها هو هذا جا شهي ومعلك ها انا قطعت لكم حبه باش تشوفوا شتيو هائل 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 وكما نعاود نقول لكم على بالنسبه للبيض هنا انا زدت مع عندي البيض كبير درت جوج حبات كبار زدت كاس ديال الدقيق وإلا كان عندكم جوج بيضات صغار خليوا المقادير كما هي اللي عطيتكم اذا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم في حلقه مقبله ان شاء الله
وما تبخلوش عليا بالمشاركه واللايك، وتنتمنى ان شاء الله الشهر المبارك للجميع بالامن والامان يا ربي. اذا مع السلامه.